أقام إبليس وليمة للشياطين للبحث عن طريقة لإخفاء أغلى ما يملكه الإنسان، فاقترح شيطان منهم فكرة فقال: نسرق ثروته. أجاب إبليس: بل نزيدها حتى تكثر مشاكله، وبالتالي يزداد شقاؤه. قال شيطان آخر: نسرق عقله. أجاب إبليس: عقله وكيف يشعر بتعاسته؟ ثم قامت شيطانة شمطاء وقالت: يا إبليس يا عدو كل خير، السعادة هي الهدف الأسمى لكل إنسان، دعونا نسرق سعادته. وافق إبليس بعد أن تأكد من صحة ما قالت، وقاموا بإخفاء سعادة الإنسان. لقد كان بالفعل أغلى شيء لديه، ولكن نشأت مشكلة أخرى بالنسبة لهم. فقال إبليس: أين نخفي السعادة حتى لا يجدها الإنسان؟ قال شيطان: في أقاصي الأرض. وقال الآخر: في أعماق البحار. فرد عليهم إبليس قائلا: لم يستغرق الأمر سوى بضع مئات من السنين حتى يخترع الطائرة والغواصة ويصل إليها. وهنا قامت نفس الشيطانة الشمطاء وقالت: يا إبليس، يا صاحب كل شر، حتى لا يجد الإنسان سعادته، خبئها في مكان لن يحضر في ذهنه، في أعماق قلبه، سيبحث عنها في الثروة ولن يجدها، وفي الشهرة ولن يجدها، ومع الجنس الآخر ولن يجدها، لأن السعادة بداخله وليست خارجه. صفق إبليس لها وألبسها جمر من نار مكافأة لها. ومنذ ذلك الوقت والإنسان يبحث عن السعادة في كل مكان، وهي في أعماقه. أنت الشخص الوحيد الذي يصنع سعادتك. السعادة لا تعطى بل تصنع. الرضا سعادة، الحب سعادة، العطاء سعادة، الصداقة سعادة، الصحة سعادة، الضحكة من القلب سعادة، السعادة قرار.